صباح الخير لكم مرة تانية. ما في شك بأنه النظام الغذائي الغير صحي ممكن يتسبب بالكثير من الأمراض اللي هي ممكن تكون مرتبطة بنقص العناصر الغذائية، ودائما النظام الغذائي الصحي بيكون له عامل ودور أساسي لحتى الواحد يتخلص من الكثير من الآلام اللي ممكن تكون عم ترافقه. اليوم حنخصص أكيد هالفقرة نحكي أكثر عن آلام الرقبة والديسك، وكيف ممكن النظام الغذائي الصحي أكيد يساعد بأنه يعني نحاول نتخلص من هي الأوجاع اللي بتكون قاسية على أصحابها. تماماً، يعني بالمختصر المفيد، أي شخص عنده مشكلة ديسك، أي شخص عم يجعه ظهره، دكتورة ثواب الغبرة الاختصاصية بعلم التغذية كانت عم تحكي لنا قديش التمارين اللي كانت عم تطلع بفقرة الرياضة فعلياً مهمة، وكل ما يمرق تمرين تقول فعلاً هذا مهم للرابعة خامسة قطنية، هذا مهم. تفاصيل كثيرة رح تعرفوها بهي الفقرة، لهيك تابعوا وكثير هيك بانتباه. دكتورة ثواب صباح الخير. كنا حتطلع نساوي معهم. شفتي يعني اجت بالصدفة دكتورة ثواب، انه يعني التمارين مناسبة عن جد، جاذبة الحلقة تماما مناسبة جدا للموضوع اللي حنحكي فيه اليوم. كثير اشخاص بيعانوا من آلام الديسك، آلام بالرقبة، وبتشكلهم مشكلة بحياتهم. يمكن ما بيركزوا على إنه الغذاء له دور، إحنا بنركز على نوع آخر من العلاج، لكن ما الناس كتير يمكن بتهمل موضوع الغذاء. قد إيه هون أهمية موضوع إنه إحنا نركز على الجانب التغذوي بما يخص هي الآلام؟ والله كذا محور بده يتركز عليه إذا كان في مرض ديسك. أول شيء خطأ الشائع اللي بيقولوا لك عندك يا إنه أنا مريض ديسك لازم ارتاح وأقعد بنفس القرنة، وهذا أفشل شيء لتغذية الغضروف اللي انزلق أو عود رمم العصب اللي تأذى تماماً، لأنه التروية بتجي بالحركة. لكن الحركة الصح، يعني مو غلط أنا هلأ صار اليوتيوب بين إيدينا، بعد ما أسمع لي غنية وساوي تابع شغلي بلا طعمي وهي، روح شوف شو وجعي أنا، روح افتح على فقرة رياضة اكتب عليها خصيصاً لمرضى ديسك. رغم أنه أنا بحب التخصص تبع العلاج الفيزيائي، الإنسان يستشير معالج فيزيائي صح دارس هالمهنة هي، لأنه ممكن يكون الانزلاق إجا من أمام الفقرة، ممكن يجي من خلفها، أي حركة غلط بطريقة معينة بتأذي. يعني أنا بتضايق كثير من الشغلات العشوائية اللي بتصير بالنوادي. حتى ما نفوت بغير تخصصنا، التغذية الفقرة اللي هي تأذت والغضروف اللي هو متأذي ومهروس، لأنه ديسك عرف بشغله إنه مسافة غير آمنة بين فقرتين، صارت تدوس على المنطقة الغضروفية اللي هو ديسك القرص، انزلق هذا أو طلع منه قسم، هذا القسم قد يجوز ما يطلع يأثر على الشبكة العصبية اللي خلف العمود الفقري المحيطة بهالأراني الخطيرة جدا والحساسة جدا. في ناس ما بتأذي هذا الضغط عليها، في ناس لا بتأذي هذا الموضوع، وكل واحد انزلاقه مثلا بيكون في انزلاق امامي، ممكن يكون بالتصوير يقولوا لك بين الرابعه خامسه قطنيه، بس ما بتعرفي وين اتجاه هذا الانزلاق. فهذا الحكي كله بده معالجه وهالقصص هي. واكبر خطا بيرتكبه مريض الديسك او انسان عنده مثلا التهاب بالعصب الانسر او عرق النساء او هالامور هي، انه يقولوا له انه لا تتحرك، ريح حالك. القصة هي مو يعني أنا عم إلا روح تسلق الجبال واطلع وصعد، يعني أصحك إياك تعالج الفقرات أو الركبة أو المفاصل إذا تأذيت بالسكون. السكون مدمر للغضروف ومدمر لخشونة الركبة ومدمر لمرونة العصب الوركي، مدمر بيفقد العصب مرونته. هلا بدنا نحكي عن الوصفة التي تعيد للعصب الأنسر أو العصب الوركي المرونة تبعه. يعني نحن كيف بدي أحكي عن مرونة وأنا أساسا سطحته للزلمة وقلت له لا تتحرك؟ مو يعني تتحرك حركات عشوائية، مو يعني أنا مثلا عندي زيادة وزن واطلع على النادي اقعد ساعة ونص عم بمشي على تريدميل او هيك، بيكون ما عندي ديسك من النوع الاول بصير نوع ثالث. طبعا كل شيء يعني بحدوده مدروس يكون. في شيء يكون حدا يتابعك تعرف من وين عندك الالم عم لك، بعدين ما حدا حيخبي حاله. في حركات بتحسها انها حركات غلط عليك، وفي حركات سبحان الله ترفع التأذي عنك، فهي هي اهم نقطة جاي نحكي فيها. صحيح، يعني يمكن التشخيص الصح للمشكلة ومتابعة المريض للاختصاصي اللي هو شخص له المشكلة، هي يعني نص العلاج مبدئيا، غير بقى المتممات الغذائية والأدوية. ممكن نحن نعمل حركات مثل ما ذكرتي بالرياضة، ممكن نحن نمشي زيادة نتعب حالنا زيادة نأذي العصب أو نأذي الفقرات أو حتى الغضروف يتاكل أكثر أو ينزلق بطريقة خاطئة، ولكن الغذاء ممكن نحن بالبيت
نتبع وصفات لمختصين بهذا الموضوع مثل حضرتك يقدروا يفيدونا. صح. بدنا نحكي أول شيء إذا في عنا الغضروف طيب. متاكل شوي أو بطبع. حتى منزلق شو ممكن نحن طيب. نعمل؟ بكل إن كان انقراص الرقبة ولا كان بفقرات الرابعة خامسة قطنيات الديسكات أو بتطور حالاتها بيكون في عندي تأذى الغضروف بحركات غلط أو بحملة غلط أو بحركة غلط، صار في عندي يا انزلاق يا تسرب من هاي المادة الغضروفية لبرا، هاي وقت بتتسرب بينقص كتلة الغضروف اللي حامل الفقرات اللي بتحمل محور الجسم اللي هو محور قوامه. الإنسان ما بيهرم إلا وقت بيروح القوام تبعه، ما بيصير عنده الشيخوخة بتلبسه إلا وقت بيصير عنده مشكلة بقوام العمود الفقري، لذلك الناس الجالسة بتلاقي هرمها كتير أبطأ. فأول ما بيصير هاي الأشياء هاي كلياتها بنجي لمنطقة الغضروفية. المنطقة الغضروفية أهم شيء لها أول شيء للتغذية، ممكن أنا أخذ المغذيات الرائعة للغضروف إذا ما عملت حركة صح تفوت لي، مدام ما فات عندي وصل الدم على بوابة الغضروف صار وصل لك الغذاء. في عنا حركات معينة بيسحب النسج الغضروفي الأكل، يعني أنا في واحد أنا ديليفري وصلت له الأكل على باب بيته، الزلمة لازم يدق له الجرس ويفتح الباب وياخذ هذا الأكل. أكيد. أنا لو بقعد ساعة ونص بحكي المغذيات تبع الغضروف، إذا ما كان في حركات صح تلهف هاي المواد ويفوت التروية على الغضروف أنا قتلته دمرته تمام. وهذا اللي أخذته كلياته راح على الأرض تمام؟ هلأ المادة الغضروفية الغذاء المناسب للمادة الغضروفية إذا صار تأذية نحن بنقول بذر الكتان، بذر الكتان بيتاخذ بيندق شوي وبينغلى بيطلع منه مادة هلامية، هاي المادة الهلامية إذا تاخذت يومياً أو نحن ما عندنا هالمواضيع هاي كلياتها بذر الكتان انتقع بزيت الزيتون عندنا يا هاي المواد هي كثير رائعة لزيادة إعادة الكتلة الغضروفية. رح يتفاجئ إخواننا المشاهدين أي إنسان عندنا يا في عندنا شيء اسمه كمان اسمه الجيلي أو الجيلاتين النباتي. نحن كون في ناس ما بتحب الجيلاتين الحيواني وبيخافوا منه من أصبغته وهيك أخصائيين تغذية، بس في الجيلي، الجيلي هذا رائع جدا لترميم الكتلة الغضروفية إن كانت بالركبة ولا إن كانت بفقرات الظهر ولا بالرقبة، فهي بترفع عندك اياها. لكن برجع بعيد اهميه عامل الحركه الصح حتى اعرف انا فوت هي المواد المهمه على الكتله الغضروفيه لتتكي تمام. عشان نركز الافكار، جيلاتين، جيلاتين النباتي، ما لقينا زبديه جيلي بسيطه او مرق العظم او البذر الكتان اللي بينغلى وبيتاخذ هلامه او بذر الكتان اللي بينتقع بزيت الزيتون. اذا انتقلنا للعصب، التأذي العصب، هلا التهب العصب، صرنا بمرحله يمكن متطوره اكثر، عم تشكل العضله كلها من بابها لمحرابها، عم تعطي الم مزعج، لا عم بقدر ركز فيه لا بدراسي لا بشغلي لا بنومتي، حتى هذا الالم اذا شد عن يا بيفقد الانسان كل متع الحياه حتى بيوصل لمرحله انه ما عاد فكر غير بوجعه، فهذا الشيء فظيع. بيلجأوا الاطباء الى مسكنات الالم اللي هي بتوقف احساس الالم عند الدماغ اذا زاد الوجع، فهذا بيكون عندك يا مثل ما بيقولوا اخفاء عرض ولا هو غير حل السبب، وهذا هون الحاله بقى بيدمر العصب على التدرج حتى يوصل لمرحله الحرقان والتنميل. بس خلينا نحكي عن العصب اللي هو تأذى طالع ان كان من فقرات الرقبه اللي تأذت بالانقراصات والانزلاقات او بفقره الديسك مثلا بين الرابعه خامسه وضغطت العصب الوركي وعملت لي انا العصب هذا تبع عرق النساء. اذا صار تأذي وصلنا لهالمرحله هي وبلشت تشكل العضله من بابها لمحرابها من فوق منطقه اللوايا وهيك، هون بيكون ناقص العصب مرونه، يعني انا بدي ارجع له مرونته وامتطاطه مع العضله وتقلصه. هون بينقصنا ماده لترميم ماده غمدشوان، هي الماده تؤخذ من ليه الخاروف ومو اي قرنه بالليه. هلا ليه الخاروف هي منطقه كبيره جدا، المنطقه اللي هي محيطه بالعصعص وهي من الطب النبوي سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد، هي تؤخذ من هي الماده هي تسيح عندي اياها وبيصير عندي اياها ماده زيتيه. في ناس بتقدر تستهلكها ببيض مقلي او شيء، في ناس فيها تاخذها على الريق مع تمره، في ناس بتمسجها يا عمي بزيت الزيتون او بزيت جوز الهند اللي هو، هي المواد هي تعيد للعصب الوركي مرونته وبيختفي الالم على 3 ايام، يعني ما لها طويله العلاج تمام. مثل علاج المسكنات وبيضل الانسان معاني منها هي القصه لعمره صحيح. فاول ما بتحس بهذا الالم خذ هي المنطقه عند اي لحامك الشاطر طلع له بدي هي المنطقه تتجور وهي باحد تحطها على المقلايه وسيحها بيطلع أحسن. هذا السائل مزجه بزيت زيتون بزيت اي شيء، بس ما يكون زيت نباتي مهدرج مثل او زيت مازولا او شيء، مزجه مع زيت صح
خذها مع زيت وزعتر، خذها مثلا اللي بيضتك فيها اللي بدك. انا هي على 3 ايام لمده عندك اياها بتلاقي مثل السحر رجع للعصب الانسر مرونته. فالقصه اللي بيهمني امرها مرونه العصب اهم شيء لعمليه انهاء الالم. تمام. طيب وصلنا لمرحله انه التهب العصب جدا وصار في تنميل وخدران وعدم تحكم بالاطراف، وهي بتلاحظ حتى عند مرضى السكري لانه بيكون نسبه الالتهاب عندهم اسرع. هي اسوء مرحله فينا نقول يعني، وتوصل للتنميل والخدران وعدم تحكم بالعضو، بحس انه ما عاد قدران يمسك القصه. يعني ممكن انا ادوس على رجلي وما احس عليها عم تنقلص ولا عم تتمدد، فبيصير توازنيا الحركه اصعب بيكون. او تنميل وخدران بحس الانسان لازاله اعراض التنميل. وهي الكل المعترف بالطب التقليدي البي 12 فيتامينات بي 12 وابر بي 12 بتحسن النواقل العصبيه بالنهايه، لكن انا بقول كعلم تغذيه تدليك النهايات اللي هي عم تحس فيها بالهي بخلي التفاح، خلي التفاح له سحر رهيب جدا على ازاله مراكز التنميل وبينشط حركه النواقل العصبيه. الشيء الثاني انا اللي بقوله كمان زيت زيتون عندي اياه ينتقع فيه فلفل عادي، هلا ممكن يهيج البشره نوعا ما، لكن هذا اذا كان عندي اياه باي مرمم اي مرطب بعده بيحس الواحد انه تنشطت كثير نواقل عصبيه للنهايات وبيصير في احساس. هذا الاحساس اللي بيعمله التهيج الفلفل على الجلد بينشط النواقل العصبيه للترويه النهائيه للنهايات العصبيه الحركيه، فكثير بيفيده. صعيب بيعمل له تهيج بس بنفس الوقت بيرجع بيشغل له نواقل ماتت عنده من ضعف الاشارات العصبيه اللي هي الغير متجانسه على العصب الملتهب. تمام. فهون بيصير الواحد عنده حس انه فات بكل المراحل، وانا بقول ينتبه الواحد انه هي الاشياء بتتطور بسرعه رهيبه. ما يغفل عن مراعاه الانسان حتى ما يوصل لمراحل العمليات الجراحيه. يعني انا مثلا بقول سبحان الله، انت جيبي الحافه مطوي من طي المصنع بترجعي بتفرديه وبترجعي طوي للشتاء خلاص وضبيه للصيف. ضب البني ادم للقصه مو مثل ضب رب العالمين لقصته، يعني انت شبكتك هندستك ما تخلي بشر يفتح وتوصل لهالمرحله. يعني مهما بلغ الجراح من مهاره ومهما انفتح هذا الجسم، يعني انت عم تفوت بشبكه عصبيه أكيد. غير ربك ما بيعرف هندستها. مو يعني انا ضد الجراحه هي اذا وصلت لمرحلتها، بس انت وازن امورك يعني هو سبحان الله ما نوصل لهالمراحل هي يعني باذن الله تعالى. حاولت اكثر شيء انه نبه على هاي النقط. هي الشيء الثاني وبرجع بعيد عليه، انه اذا بدك تغذي وتوصل هالاشياء وتتغذى بالفعل فيها اتحرك حركه صح، سأل مختصين، مو يجي يقولوا لي تسطح على ظهرك 20 يوم، يا ربي دخيلك على هالوصفه. لا تمام، شو ذكرنا يعني دكتوره هو كله بيكمل. يعني انا اذا بدك تقتلي واحد قولي له هيك هالوصفه. ابدا انسان لا يتحرك، شوفوا الديسك المدمر تبعه الوقفه، العصب الوركي المدمر تبعه الوقفه، وعلاجه الحركه. يعني المشي علاج والوقفه داء، يعني طبعا. هذا اهم شيء. كمان الرابعه خامسه قنطرطنيه اللي بيقتلها قتل بيذبحها ذبح، القعده جلوس لمده طويله بتتجاوز 4-5 ساعات، ما بالك اذا في زاويه انحناء على كمبيوتر او على شاشه. هو الواحد بيكون مفكر حاله انه هيك عم بيريح حاله، فنحن بنفوت بقى بدوامه ثانيه انه هذا مالك عم تريح حالك، بالعكس عم تضر حالك اكثر. واول ما يبلشوا يقولوا له صلي على القاعد، الصلاه كثير لها حركات ترويه للمفاصل، في انزعاج لنفرض بالهي لا يقبل، يعني يحاول حركات لاكثر قدر ممكن. طب الناس اللي صلى سنين وايام عم تصلي على القاعد والترويه ما عم توصل لبعض المفاصل، وعلى مثلا العصب الوركي السجود كثير بيهمنا فيه للعصب الوركي ليتروى بشكل كامل. طب شو بتساوي؟ بتحاول تعمل حركات وهميه مثل السجود لبين ما توصل لهي الحركه. يعني انا مو ضروري فردش ارجع صلي 6 سنين عم بصلي على القاعد له هلا شك على سجاده الصلاه وتاع، لا. يعني هلا انا بما معناه يعني انا بيهمني انك رجع روي هي الحركات، هي مثل الباب اللي هو شوي مكلس، اول شيء مو بطبشه فورا حتى سكره بلسانه، لا، شوي 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 بتلاقي هالاملاح فكت، لانه قله الحركه كلسوا له املاح على غضروفه. يعني الملح بياكل الغضروف اكل مثل ما تماما كيف بتاكل كل واحد، يعني حدا جوعان عم ياكل لك الوليمه تبعك،
أنا بقول أكثر شيء مدمر لهي الحالات السكون، لأنه بتخلي على المدى البعيد الدم يرسب أملاحه على هاي الأعصاب. يعني الموضوع أكيد دكتورة بيتحمل لسه وقت أكثر وفقرات أكثر، إن شاء الله بنضل نحكي فيه بوقت ثاني. شكرا كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي حبيتيها. يعطيك ألف عافية دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. الله يعافيكم يا رب.